الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذا هو الدرس رقم 167. 167 من سلسلة دروس شرح كتاب المهذب في فقه الإمام الشافعي من تصنيف الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمهم الله تعالى. ونحن نقرأ منه بما يشبه طريقة القراءة النصية من الكتاب والتعليق عليها. ونحن نقرأ من طبعة دار القلم في دمشق بتحقيق الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله تعالى. أرجو منكم جميعا حسن الاستماع والهدوء حتى نمضي في المحاضرة قدما، كما أرجو منكم جميعاً فتح الكتاب المقرر على صفحة 629، على صفحة 629 من الجزء الثاني الذي هو نفسه المجلد الثاني. ممكن الأخ المشرف يضع لنا صورة الصفحة، صفحة 629 من الجزء الثاني. ما زلنا وإياكم نستعرض أحكام ومسائل الصوم، هذه العبادة البدنية الكبرى، وتعلمون أن صوم رمضان هو رابع أركان الإسلام. وصلنا إلى عنوان في أعلى صفحة 629، فصل إتمام صيام التطوع. فصل إتمام صيام التطوع. طبعا كلمة فصل هذه يفصل بها الإمام الشيرازي بين الفقرات في كتابه، ولا يضع عناوين فرعية في الغالب، يهتم بالعناوين الكبرى فقط. جاء محقق الكتاب كما قلنا مرارا الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله تعالى، ووضع هذه العناوين الفرعية ليساعدنا على دراسة الكتاب والاستفادة منه، لكن وضع هذه العناوين بين معقوفتين تمييزا لها عن متن الكتاب، وهذا طبعا من باب الأمانة العلمية، إنه ما يزيد على متن الكتاب اللي كتبه المصنف لا قليلا ولا كثيرا إلا مع التنبيه، وقد نبه إلى ذلك في مقدمته للكتاب. طيب، فصل إتمام صيام التطوع. صيام التطوع بغض النظر صيام عاشوراء، صيام وقفة عرفة يوم التسعة ذي الحجة، صيام الاثنين والخميس، صيام 3 أيام من وسط كل شهر هجري الأيام البيض، صيام يوم ويفطر يوم كما كان يفعل سيدنا داود عليه السلام، بغض النظر عن صيام التطوع الذي تلبس به المكلف، هل يجب عليه أن يتمه ولا يمكن أن يفطر في ذلك اليوم؟ وإذا أفطر هل يجب عليه القضاء؟ قال المصنف، والكلام عند الشافعية طبعا، ومن دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامها، وهذا مذهب الشافعية في هذه المسألة. أي نافلة سواء كان صيام أو صلاة إذا دخل فيها المكلف يستحب له أن يتمها، لكن لا يجب، لأنها مش واجبة عليه ابتداء، فإن خرج منها جاز، إن خرج منها جاز. وفي آثار بالنسبة للصيام تحديدا، إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان صائما وأفطر، تمام كما سيأتي الآن، لكن ما ورد في السنة الصحيحة ولا الحسنة في حدود ما اطلعت عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في صلاة نافلة ثم قطعها. أما في الصوم فيه واضح. عموما مبدأ يعني قاعدة الشافعية قال لك هذه نوافل لا تجب ابتداء على المكلف، فإذا عرض له عارض وقطعها جاز، ولا يجب عليه قضاءها، ولا يجب عليه قضاءها، تمام. الحنفية قالوا لا، هي ليست واجبة ابتداء، أما قد تلبس بها ودخل فيها فيجب عليه إتمامها لعموم قوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، فقال لك هذا عمل صالح لا يبطل، تمام. الشافعية استندوا على أحاديث صحيحة لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل عندك شيء، يعني طعام يؤكل، فقلت لا،
فقال إني إذا أصوم، وفي رواية إني إذا صائم. طبعا هذا في النهار، في أول النهار، كما دلت على ذلك آثار أخرى. يعني هو المؤلف لا يورد هنا الإمام الشيرازي كل الروايات في المسألة، يورد رواية واحدة، وأحيانا لا تكون هي الأصح، تمام، وأحيانا تكون ضعيفة وغيرها رواية صحيحة تفوته. على أي حال، كما مر بنا كثيرا، هو يورد رواية واحدة، مجمل الروايات تفيد أنه هذا السؤال كان في أول النهار من النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبيت نية الصيام في ذلك اليوم، إنما أخذ النية والقرار والدخول في هذه العبادة النافلة الصيام لما قالت له السيدة عائشة ما في شيء في البيت. فمعنى هذا أنه لم يبيت النية من الليل، ومعنى هذا أنه بعد الفجر لم يأكل ولم يشرب، تمام، فسأل هذا السؤال ما في طعام، فقال إني إذا أصوم. فدل ذلك على أنه صيام النافلة يمكن أن تكون النية فيه بعد الفجر، بل وفي أول وقت الضحى إلى الضحوة الكبرى، بشرط أنه ما يكون قد أكل أو شرب أو حصل منه جماع بعد الفجر الصادق، تمام. بمعنى لا يشترط تبييت النية للصيام صيام النافلة من الليل، كما هو شرط في صيام الفريضة وصيام رمضان، كما بينا ذلك فيما مضى. طيب، نكمل الحديث. ثم دخل علي يوم آخر، ثم دخل علي يوما آخر عليه الصلاة والسلام، فقال هل عندك شيء؟ فقلت نعم. كان عنده شيء من طعام، فقال إذا أفطر، وإني كنت قد فرضت الصوم، يعني نويت الصوم. والحديث صحيح في صحيح مسلم. إذا كان الحديث مسندا في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري، أو مسندا في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، فهو صحيح بإجماع المسلمين، تمام، لا حاجة لتخريجه إذا كان من الأحاديث المسندة في أي من الصحيحين، تمام، فهذا حديث صحيح. المرة الأولى كان لم يأكل ولم يشرب عليه الصلاة والسلام، وما في شيء في بيته، فنوى الصيام في أول وقت النهار، يعني بعد الفجر بكل حال، فجاءت النية متأخرة عن الفجر الصادق، تمام، ولم يبيتها من الليل. هذه فائدة مهمة جدا من الشق الأول من الحديث. اليوم الآخر كان صائما، يعني كان قد نوى الصيام صيام النافلة، بغض النظر كان نواه من الليل أو من بعد الفجر، لكن كان صائما. فسألها عندك شيء؟ فقالت نعم عندي. فقال إذن أفطر. فدل ذلك على مشروعية قطع النافلة في الصوم على الأقل، اللي جاء فيه الحديث واضح، وهذا حديث صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام فعله بالحد الأدنى يفيد الإباحة، إن لم يكن يفيد الندب، تمام، عليه الصلاة والسلام لا يفعل مكروها ولا حراما قط، صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معصوم على الخطأ. فأرشد أمته إلى إيه؟ إنه النافلة في الصوم يمكن أن تكون نيتها بعد الفجر، بل وفي الضحى، بل وفي الضحوة الكبرى وغير ذلك. وهذا من حث الشريعة وتشجيعها للمكلفين على الاستزادة من النوافل والمندوبات بعد أداء الفروض والواجبات. وقلنا فيما مضى إنه كل عبادة في الغالب في من جنس عبادة فريضة، في من جنسها عبادة نافلة نوافل. وأيضا الشق الثاني من الحديث أفاد إنه ممكن يقطع النافلة، وما في بالحديث إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام عزم أو على قضاء ذلك اليوم، يعني ما قال إذن أفطر وأقضي مكان غيره. ولو حصل منه ذلك لروته أيضا عنه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أفقه نساء أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأيضا عموم نساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، يعرفن تماما أهمية ما ينقلنه من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام ودقائق حياته لأمة الإسلام إلى قيام الساعة. وأن هذه يعني مهمة، يعني في غاية الخطورة، لا تصدت لها أمهات المؤمنين نقل أخبار النبي عليه الصلاة والسلام داخل الحجرات في بيته،
تمام. الصحابة كانوا معه في معظم الأوقات، لكن داخل بيته مين معه؟ أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. فما يجري داخل البيت من كان أمهات المؤمنين حريصات على نقله لعموم الأمة، لأنه جزء من التشريع، جزء من الوحي. ومن هذا القبيل هذا الحديث الصحيح الذي بين أيدينا. والسيدة عائشة تعلم أنه لو كان قضى مكانه لكان أخبرت، لكن لم يقضي مكانه. وهذا في رد على الحنفية اللي قال لك اللي بيتلبس بنافل لابد يجب عليه أن يتمها، بتصير يعني إتمامها في حقه كأنها فريضة، وإذا قطعها لابد أن يقضي أو يأتي بغيرها. يعني إذا أفطر في نافلة لازم يصوم يوم آخر، يصبح بحقه قضاء ذلك اليوم. وهذا خلاف ما دلت عليه الآثار، والله تعالى أعلم بالصواب. طيب الآن موضوع آخر، فصل صيام يوم الشك. فصل صيام يوم الشك أيضا قال فصل، اللي هو الكلمة المعتادة التي يعني يجعلها بين الفقرات الإمام الشيرازي، صيام يوم الشك، هذا من صنيع المحقق الكتاب الدكتور محمد الزحيلي. ما هو يوم الشك؟ وقال لك نقرأ الآن، قال الإمام الشيرازي: ولا يجوز صوم يوم الشك، ولا يجوز صوم يوم الشك. صوم يوم الشك هو يوم 30 شعبان، إذا تكلم الناس أنه احتمال هذا اليوم يكون 1 رمضان مش 30 شعبان، من غير أن يثبت ببينة، من غير أن يثبت ذلك ببينة. إذا راح واحد يوم 29 شعبان وشهد أمام القاضي وقبل شهادته أني رأيت هلال رمضان، خلاص أعلن ذلك للعامة، فمعناته اليوم التالي هو 1 رمضان مش 30 شعبان. ما فيش عندنا يوم شك في هذه الحالة. إذا 29 شعبان هنا كمن رأى الهلال، هلال رمضان، وأخبر بذلك وشهد بذلك أمام القاضي وقبل القاضي شهادته وأعلن ذلك للناس، خلاص ما فيش عندنا شيء اسمه يوم شك. أما يوم الشك المتكلم عنه في هذه المسألة أيها الكرام هو يوم 30 شعبان، الذي تكلم الناس في أنه ممكن يكون هذا 1 رمضان ونحن غلطانين، دون أن يشهد أحد برؤية الهلال وتقبل شهادته. ممكن يكون واحد شهد وما قبلت شهادته، أو لم يشهد أي أحد، لكن صار في تخمين من الناس أنه عمي كانت الدنيا إيه، كانت الدنيا كلها مغيمة، في غيوم وفي أمطار وما أنت ما حدا شاف إلى آخره، كما قال لك في الحاشية رقم 3 في أسفل صفحة 629: إذا وقع على ألسنة الناس أنه رؤي، وقع يعني إشاعة، لكن إشاعة قوية. طيب هذا اليوم اللي هو 30 من شعبان، واللي ممكن يكون حسب الإشاعات 1 من رمضان، ممكن يكون هذه يعني لا يتعلق بها حكم، إنه والله الصيام لابد أن يكون قد ثبت على وجه القطع، أو لنقل غلبة الظن من خلال شهادة أمام القاضي. أما الناس تكلمت، الجيران تكلموا، العيال في الحارة تكلموا، هذا بيعمل إشاعة، بيعمل تشويش، لكن لا تبنى عليه الأحكام. طيب راح واحد صام هذا اليوم اللي هو 30 من شعبان اللي أشيع بين الناس أنه ممكن يكون 1 رمضان، هذا لا يجوز كما قرر الشافعية. أنت بتصوم على أساس هذا 30 شعبان؟ تمام، ما حدا شهد أو قبل شهادته أنه 1 رمضان، على أي أساس بتصومه؟ قال المؤلف: ولا يجوز صوم يوم الشك، يعني حرام، مش للمعاني اللي ذكرناها الآن، لكن لوجود أحاديث في ذلك، لما روي عن عمار بن ياسر يعني رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي، افتحوا الكتاب صفحة 630، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا هذا الحديث ما يعني قال فيه عمار بن ياسر قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، إنما هو كلام لعمار بن ياسر، لكن هذا الحديث له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام،
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهذا الحديث، هذا الأثر في نسبته لعمار بن ياسر قوي، يعني لا ينزل عن رتبة الحسن، لا ينزل عن رتبة الحديث الحسن. وهذا كما قلنا وإن كان موقوف على عمار بن ياسر إلا أنه له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظوا، قال فقد عصى أبا القاسم، يعني أنت بتخالف هدي محمد عليه الصلاة والسلام، صحابي جليل من المهاجرين، من أصحاب الصحبة الطويلة مع النبي عليه الصلاة والسلام عمار بن ياسر، بقول هذا الكلام فقد عصى أبا القاسم. بناء على ظاهر هذا الأثر الصحيح، أو لنقل لا ينزل عن رتبة الحسن، قرر الشافعية أنه صيام يوم الشك 30 شعبان في حالة أنه أشيع أنه ممكن يكون 1 رمضان حرام. ولاحظوا هنا، يعني رأي الشافعية أعتقد أنه صواب، والله أعلم، لأن الشريعة حاسمة في هذه الأمور. الناس تصوم معاً وتفطر معاً، هذه عبادة وليست عبادة يعني بسيطة، هذا رابع أركان الإسلام، نتكلم عن صيام رمضان. فإذا نظرنا للمقاصد، والمقاصد كما قلنا مراراً مفيدة في فهم الحكم الشرعي وفي الاجتهاد في التطبيق، وأيضاً مفيدة عند الترجيح. يقول الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فالعبادة توحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وكل العبادات في الإسلام لو تأملت بها توحد الأم. فناس صايمة وناس مفطرة في فريضة، لا، ناس صايمة وناس مفطرة في نفس البلد في نافلة، واحد بصوم اثنين وخميس، واحد بصوم ثلاثاء، واحد هذا ما فيش مشكلة فيه، لأنه مش تكليف، مش فرض، إنما ندب، استحباب تصوم الاثنين والخميس. أما رمضان وناس صايمة وناس مفطرة، لا. فعشان كده قال لك فقد عصى أبا القاسم، يفطرون معا ويصومون معا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. في ناس شافوا الهلال ما فيه، خلاص إذن بكرة 30 شعبان وانتهينا، تمام. أما تقول لي أنا بدي أصوم احتياطا لأنه ممكن ما بعرف، لا، ما فيش حاجة اسمها بتصوم احتياطا، بدك تصوم احتياطا على أنه رمضان، أنه واحد رمضان وأهل بيتك مفطرين. لاحظوا، فكلام الشافعية في هذه المسألة قوي جدا، والله أعلم. طيب، فإن الآن قال لك لو هذا المكلف المتنطع إن صح التعبير ما رد علينا وصام، فإن صام يوم الشك عن رمضان لم يصح، لأنه ما في شهادة، أو حصلت شهادة ولم تقبل، لم يقبلها القاضي، يجي واحد فاسق شهد أو زنديق إنه والله رأيت الهلال، هذا لا تقبل شهادته. فإذا راح واحد صام هذا اليوم اللي هو 30 شعبان على أنه رمضان، لم يصح الصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام، نحن نقرأ في صفحة 630، ولا تستقبل الشهر استقبالا. وهذا الحديث حديث صحيح، لا تستقبلوا ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، تمام. وأوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وباب إكمال وفي رواية إكمال شعبان 30 إذا غم كان فيه غيم. فبالتالي في نهي عن ذلك، وبالتالي ما بصير تصوموا على أنه رمضان. والآن تعليل، يذكر لنا تعليل الشيرازي، تمام، تعليل عقلي، إيش بقول؟ بيقول ولأنه يدخل في العبادة وهو المكلف وهو يشك في وقتها فلم يصح، كما لو دخل في الظهر وهو يشك في وقتها فلا يصح. وهذا القياس صحيح، هذا القياس ما بين صلاة الظهر المشكوك في وقتها وما بين صيام 30 من شعبان الذي أشيع أنه ممكن يكون 1 من رمضان صحيح. العبادة لها وقت، الفريضة بنتكلم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لو صليت الظهر الساعة 10 صباحا فالصلاة باطل، ما أجزأت عن الظهر ولم تبرأ ذمتك منها، بعد ما تزول الشمس عن كبد السماء تصلي الظهر، تمام. رمضان قال لك صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، في حد رأى الهلال؟ لا.
في حد شاهد بذلك؟ لا. اذا خلاص 30 بكره 30 شعبان وانتهينا. قال لك انا بدي اصوم على انه واحد، على انه واحد رمضان. لا يصح يا اخي، لانه قبل، لانه قبل دخول وقت العباده. قال لك احتياط، الاحتياط هذا، هذا من الورع البارد الذي يسمى عند الفقهاء، وهذا قد يجعل الناس في اضطراب ولا يوحدهم في العباده لله، على الاقل في ذلك اليوم. تمام. فالشريعه تأبى في هذه الفريضه الكبرى اللي هي الرابع اركان الاسلام، ان يكون في ناس صايمه وناس مفطره في نفس البلد بدون عذر. ليش مفطر انت؟ مسافر او مريض؟ لا، انما قال لك لانه لم يثبت. طب اخوك ليش ما صايم؟ قال احتياطا ورعا منه. هذا غير مقبول في الشرع الشريف بالنظر الى مقاصد الشريعه الغراء في احكام العبادات عامه، وبالذات الفرائض، توحيد الامه. وانت هون شتت الامه. وفي عندي اثار ايضا عن النبي عليه الصلاه والسلام انه اذا غم عليكم اكملوا شعبان 30 يوما. طب غم علينا ما حدا شهد. لاحظوا، انتبهوا، الشرع الشريف يربط الامه بعلامات وامارات واضحه معلومه. تمام. الله عز وجل قادر يجعل الصيام مرتبط بالتوقيت الشمسي، شهر شمسي من اشهر السنه الشمسيه وليس من اشهر السنه القمريه. تمام. لكن حكمه الله عز وجل اقتضت ان يتجول هذا الشهر رمضان على مدار السنه الشمسيه. تمام. لانه اذا كان مثلا شهر شهر كانون اول هو رمضان، هو شهر الصيام الفريضه، فمعنى ذلك كانون اول يعني ايش؟ يعني عندنا في نصف الكره الشمالي شتاء وفي نصف الكره الجنوبي صيف، فالمسلمين في نصف الكره الجنوبي سيصومون في صيف حار طول حياتهم على مدار القرون، والمسلمون في نصف الكرة الشمالي سيصومون في برد في شتاء، وهذا ليله طويل ونهاره قصير. والله عز وجل الذي شرع هذا الشرع الشريف يعلم، وهو العليم الخبير، أن الإسلام سينتشر في مشارق الأرض ومغاربها. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن هذه العبادة المرتبطة بالأكل والشرب أن تتجول على مدار السنة الشمسية، وذلك رمضان يتجول في السنة بين الصيف والشتاء كل 33 سنة. يعني رمضان الذي جاء في الربيع الماضي سيأتي في نفس الوقت بعد 33 سنة شمسية. واضح؟ فتوزعت رحمة الله عز وجل. مرة أهل الكرة الأرضية في أهل شمال الكرة الأرضية يأتي عندهم رمضان في الشتاء، مرة في الربيع، مرة في الخريف، ومرة في الصيف، وكذلك في نصف الكرة الجنوبي، وكذلك في نصف الكرة الجنوبي. الله حكيم عليم. فربط هذه العبادة جل في علاه بالتوقيت القمري، بينما ربط الصلاة بالتوقيت الشمسي. يعني ما كيف يدخل وقت صلاة الفجر؟ بطلوع قرص الشمس أو بدء ظهوره. عفوا، متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ بطلوع أو بدء طلوع قرص الشمس. ومتى يبدأ وقت صلاة المغرب؟ بغروب قرص الشمس كاملا في الأفق الغربي. متى يبدأ وقت صلاة العشاء؟ بذهاب الشفق الأحمر تماما من أفق الغربي. متى يبدأ وقت صلاة الظهر؟ بانحراف الشمس عن كبد السماء، تمام، هو بعد الزوال. وهكذا كما درسنا في مواقيت الصلاة سابقا. فالشاهد أيها الكرام أنه الله له حكمة في كل شيء. الآن موضوع اليوم الشك هذا بده يعمل بلبلة. جاءت الشريعة حاسمة، إذا كان 30 شعبان حرام الصيام، حرام الصيام. طب إن صاموا على أنه رمضان، قال لك لا يقع صيام باطل، لأنه ما أعلن بالشكل الرسمي، وإن كان حقيقة ممكن يكون هلال ظهر في بقعة من الكرة الأرضية. تمام. الأحكام مرتبطة هنا بما يجري على عموم الأمة، لأن هذه عبادة جماعية، مش على كيفك بتصوم. لم يشرع الله عز وجل الركن الرابع من أركان الإسلام أن يختار المسلم البالغ العاقل 30 يوم يصومها في السنة كاملة، بيختار 3 أيام بيصومها في رمضان، وخمسة في شوال، وعشرة في ذي الحجة، وسبعة في صفر. لا، 30 متتالية في شهر قمري واحد، وهذا الشهر هو نفسه الذي أنزل فيه القرآن الكريم. فحتى الأمة كلها تصوم معا،
لاحظ عظمة الإسلام قبيل أذان المغرب في رمضان، في مدائن كثيرة في ديار الإسلام في العالم الإسلامي، كأنه منع تجول، الشوارع مقفرة في مدن كبرى مثل القاهرة أو دمشق أو غيرها، الشوارع مقفرة، الناس كلها ذهبت لتجلس على مائدة الإفطار مع أوائلها. هذا ما الذي أفرغ الشوارع؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه المعاني الجليلة اللي هي من مقاصد الشرع الشريف لا بد من استحضارها عند بس الاستنباط. فرصة فيها عشان أسمع عنه. أنا ممكن السؤال بعد انتهاء الدرس، الأسئلة بعد انتهاء التسجيل إن شاء الله. طيب، وإن صام فيه عن فرض عليه كره وأجزأه، ما صام على أنه رمضان اليوم 30 هذا من شعبان اللي أشيع أنه ممكن يكون 1 رمضان، هذا اليوم صامه قضاء مثلا أو نذر، مش صامه على أنه رمضان. إذا صام قلنا صام رمضان قال لك لا يصح، لكن إذا صام عن فرض مش نافلة، عن فرض في ذمته أو قضاء قديم نسي تذكره، هل يصح؟ الجواب نعم، لكن مكروه لمخالفته للآثار الصحيحة الواردة في ذلك، منها اللي مروي عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال فقد عصى أبا القاسم، فمكروه لكن يجزئه عن ذلك الفرض اللي في ذمته الذي قضاه أو النذر أو ما شابه. طيب، كما لو صلى في دار مغصوبة في إثم لكن الصلاة صحيحة، دار مغصوبة تروح تفرد المصلية وتصلي فيها، هذا فيه إثم إنه في إقرار بالغصب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في نهي في الشرع الشريف أن يسجد لله، أن يسجد لله في صلاة فريضة في أرض مغصوبة غصبها فلان من فلان، والناس في هذا الزمان تجرأوا على غصب أراضي بعضهم البعض وأكل أموال بعضهم البعض بالباطل شيئا كثيرا فظيعا. شوفوا الشرع قال لك تصلي في أرض فلاة، عارف أنت أنه هذه كان يملكها أيتام، فجاء فلان وأخذها بطريق الغصب، تمام، وضع يده عليها وتروح أنت تصلي فيها، تفرض مصلي تصلي، هذا منهي عنه، صلاتك صحيحة لكن في إثم، إنه في إقرار بملكية ذلك الغاصب للأرض بشكل أو بآخر، تمام. فلاحظوا عظيم هذا الجرم، من غصب شبر أرض عوقه ب7 أراضين يوم القيامة. كثير نسمع قصص استيلاء على الأراضي، الناس مسافرة، ناس مهاجرة إلى آخره، أيتام قُصّر، يجي جار الدار أو جار الأرض أو عمهم أو خالهم إلى آخره يضع يده عليها، مبسوط على حاله، شبر أرض لو غصبته طوقت به ب7 أراضين يوم القيامة، وشبر إيش بده يزيد يعني في الأرض، تمام. لكن الشريعة حاسمة في ذلك، حمت الواجبات بالمندوبات وحمت المحرمات بتشريع المكروهات، فهذا مكروه أن تصوم قضاء في ذلك اليوم 30 من شعبان كالصلاة في الأرض المغصوبة مكروهة. طيب، وإن صام تطوع، صام نافلة، قال لك أنا ما بدي أصوم رمضان، بدي الحمد لله، بدي أصوم إيه؟ بدي أصوم تطوع، نظرت، فإن لم يصله بما قبله ولا وافق عدله لم يصح، هذا عند الشافعية، قال لك الأصح بطلان الصوم. يعني إذا أنت لك عادة صوم اثنين وخميس من كل أسبوع، وإجا هذا يوم خميس 30 شعبان، فأنت بتصوم لأنك بتصوم نافلة اثنين وخميس، هذا صحيح. لكن إذا ما في عندك عادة أن تصوم اثنين وخميس، أو مثلا تفطر يوم وتصوم يوم كصيام سيدنا داود عليه السلام أو ما شابه ذلك، لست معتادا على مثل ذلك، فلا يصح صوم النافلة في 30 شعبان إذا كان هو يوم الشك الذي
أشيع أنه ممكن يكون واحد رمضان ولم يثبت ذلك أمام القاضي. تمام، فبمعنى آخر يعني الشريعة قالت لك فضي هذا اليوم من الصيام، لا تصوم. إذا صمت على أنه رمضان حرام ولا يصح، إذا صمت على أنه قضاء يصح مع الكراهة، إذا صمت على أنه نافلة وكان يوافق عادة لك في النوافل يصح، أما إذا غير ذلك لا يصح. يعني الشريعة تريدك أن تفرغ ذلك اليوم اللي قبل رمضان عشان ما يقع لبس عند الناس، عشان تتوحد الأمة في أدائها لهذه الفريضة وقيامها بهذه الشعيرة. والله تعالى أعلم. التعليل يذكر لنا كثير من التعليلات الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى، التعليل لأن التطوع مجرد قربة فلا يحصل بفعل معصية، انتبهوا هذه قاعدة، الله لا يحرم شيئا، تمام، ثم تكون القربة ثم يشرع التقرب إليه بذلك الشيء، هذا تناقض. والشريعة الإسلامية شريعة كمال منزه عن أي نقص، والتناقض نقص وعيب، تمام، والشريعة شريعة كمال. فلما قال لك فقد عصى أبو القاسم يعني في تحريم، فكيف يشرع لك الصيام نافلة فيه بدون أن يكون لك عادة؟ يقول لك يجوز أن تصوم نافلة يوم 30 شعبان إذا كان يوم الشك، وهو يقول لك حرام فقد عصى أبو القاسم، فكيف يحرم الله تعالى بمقتضى الوحي أمرا ثم يمكن في الشرع الشريف أن تتقرب إلى الله بفعل ذلك الشيء؟ تمام، ما يقول لك فقد عصى أبو القاسم ثم تريد أن تعصي رب أبو القاسم بهذا الفعل، واضح؟ فلذلك لأن التطوع مجرد قربة فلا يحصل بفعل معصية، وإن وافق عاد له جاز، تمام، على ما عود ربه سبحانه وتعالى منه أنه يصوم اثنين وخميس، وجه 30 شعبان هذا اللي عليه اللغط هذا يجي يوم خميس أو يوم اثنين يصوم نافلة، يصوم نافلة ما في حرج في ذلك، تمام، وهذا قليل من حال الناس خاصة في زمان، أما الغالبية ما عندهم مثل هذا، فبالتالي نفترض أنه يوم 30 شعبان ما يصوم، لا عن رمضان لأنه لا يصح، ولا عن قضاء أو عن فرض لأنه مكروه، ولا عن نافلة لأنه قلنا أيضا لا يصح. وأيضا في حديث أثر يدعم اجتهاد الشافعية هنا وهو صحيح في البخاري، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقدم الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق صوما كان يصوم أحدكم. الكلام هنا عن نافلة، يعني لا تتقدموا شهر رمضان، الكلام عن رمضان، لا تتقدموا الشهر يعني رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم، يعني من النوافل اللي اعتاد عليها، وكأنه الشريعة تريد أن ترفق بنا، تمام، بأنه نتهيأ لنحسن الاستعداد للصيام، عندنا 30 أو 29 يوم صيام في رمضان متتالية، فخلنا نرتاح يوم يومين قبل رمضان، تمام، فنأكل ونشرب، يعني نعمل استعداد الجسمي لهذه العبادة الطويلة نسبيا 29 يوم اللي هي صيام شهر رمضان. لا تقدم الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم، يعني من النوافل كما ذكرنا قبل قليل، فإن وصله بما قبل النصف جاز، وإن وصله بما بعده لم يجز، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهذا أبلغ من قضية يوم ويومين، وهذا أيضا حديث حسن، حديث يوم ويومين في البخاري، لا تقدم الشهر بيوم ويومين في البخاري، أما حديث اللي نتكلم عنه الآن مش في البخاري، لكنه حديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان، إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان. طيب إيش الحكم الآن بعد مجمل هذه الأحاديث التي عرضناها والآثار بما فيها الأثر الصحيح المنسوب إلى المسند إلى عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما؟ أيها الإخوة الكرام، بالنظر إلى مقاصد الشريعة في أحكام الصيام،
عامة وأحكام العبادات أيضا، نقول إنه بعد منتصف شعبان، بعد منتصف شعبان يمكن أن يصوم الإنسان قضاء عما عليه من رمضان الفائت، تمام، ويمكن أن يواصل صيام النافلة الذي اعتاد عليه، اثنين وخميس، أو يفطر يوم ويصوم يوم وهكذا، تمام، هذا بعد نصف رمضان. ويمكن أن يستمر في هذه النافلة المواظب عليها المعتاد عليها لغاية يوم 29 أو حتى 30 شعبان. أما خلاف ذلك، إذا ليس له عادة في صيام النافلة فإنه يكره الصيام النافلة بعد منتصف شعبان، ويصبح حراما في يوم 30 شعبان، إذا اللي هو يوم الشك، ويتأكد هذه الكراهة في آخر يومين من شعبان، وإذا جاء يوم الشك فيصبح الصيام محرم كما أفادت النصوص الأخرى. تمام، هذا مختصر رأي الشافعية، وافقهم عليه كثير من الفقهاء، وهو الراجح والله تعالى أعلم. إذن مرة أخرى، الجمع بين النصوص كلها وهو الأولى، بعد منتصف شعبان إذا كان المكلف عنده عادة من النوافل بيستمر عليه، عنده قضاء سابق يقضيه، تمام، هذه العادة من النوافل يستمر فيها حتى يوم 29 شعبان، حتى يوم 30 شعبان، ما فيش مشكلة، تمام. لكن إذا ليس له عادة، تمام، من فعل نوافل الصيام، فبعد 15 رمضان يحرم صيام النوافل، أو يكره صيام النافلة، تتأكد هذه الكراهة في آخر يومين، وتصبح هذه النافلة حرام صوم إذا وصلنا ليوم الشك. إذا بعد 15 شعبان ما عندك عادة في النوافل لا تصوم، لأنه هذا مكروه، نافلة لا تصوم، هذا مكروه، وتتأكد الكراهة في آخر يومين، بل تصبح تنقلب إلى الحرمة إذا وصلنا ليوم الشك، ممكن نصل يوم الشك وممكن ما نصل. أما القضاء فيمكن أن يكون صيام الفرض بعد منتصف شعبان، تمام، لكن في يوم الشك حرام، عفوا، يكره صيام القضاء أو صيام فرض كنذر أو غيره، تمام، يكره يوم 30 شعبان إذا كان يوم الشك بالنسبة للفرض أو القضاء أو النذر، تمام. فهدي الشريعة إذن إيه؟ يعمل المسلم راحة من الصيام قبل الفريضة اللي هي صيام شهر رمضان المبارك، وهذا من عناية الشريعة بحسن أداء وإتقان هذه العبادة حتى تقع على الوجه الأتم الأكمل، لأنه الله عز وجل العبرة كما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا، فالعبرة بحسن العمل لا بكثرته، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والله تعالى أعلم بالصواب. طيب، نفتح الكتاب صفحة 631. فصل، إفراد يوم الجمعة، هل يمكن أن نصوم يوم الجمعة لحاله نافلة؟ احنا خلصنا صيام رمضان وأحكامه في المحاضرات السابقة. قال المصنف: ويكره أن يصوم يوم الجمعة وحده، فإن وصله بيوم قبله أو يوم بعده لم يكره، وهذا الكلام صحيح، يا بتصوم خميس وجمعة يا بتصوم جمعة وسبت، أما الجمعة لحاله تصوم هذا مكروه. طب ليش مكروه؟ هذا يوم عيد، طبعا ما في نهي عن يوم الجمعة كيوم كالنهي عن صيام يوم عيد الفطر والنهي عن صيام يوم عيد الأضحى، يعني هو عيد مصغر وفيه ساعة إجابة وفيه شعيرة عظيمة أسبوعية اللي هي صلاة الجمعة. فقال يعني استنباطا للحكمة هنا، قال الشافعية كما نقلنا في الحاشية رقم واحد، أنه حتى يتقوى على شعيرة الجمعة، وحتى يتقوى على ساعة الإجابة والدعاء والإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فالأفضل له أن يكون مفطرا، فالأفضل له أن يكون مفطرا. طبعا يعني صلاة الجمعة ممكن تقتضي منه أن يمشي مسافة طويلة إلى المسجد الجامع،
ممكن يكون الكلام عن الجمعة اللي في الصيف أيضا، الصيف الحار. فلأجل ذلك حتى يتقوى على العبادة يستحب له الفطر ويكره له الصيام، صيام الجمعة، إفراده بالصيام. يعني حاول يقيس على قضية يوم عرفة للحاج يسن له الفطر، تمام، بخلاف غير الحاج يسن له الصيام يوم عرفة 9 ذي الحجة، حتى يعني لأنه في إجابة في الدعاء في مستجاب. بالنسبة للحاج حيكون في أعمال شاقة عليه، فللتقوي عليها وعلى أداء مناسك الحج يحسن أن يكون مفطرا، وقد أفطر النبي عليه الصلاة والسلام في يوم 9 ذي الحجة في حجة الوداع صلى الله عليه وآله وسلم، وقال خذوا عني مناسككم. يعني هذا القياس لا نقول أنه قياس صحيح بالكامل، لكن يستأنس به، قياس يوم الجمعة على يوم عرفة، إنه الحاج يفطر ولا يصوم، وهنا المسلم يكره له إفراد يوم الجمعة بالصيام. وأيضا في عندنا حديث هنا، وهذا الحديث في البخاري، يعني حديث صحيح، روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. فالحديث صحيح وواضح في الحكم، إنه في نهي عن صيام يوم الجمعة على سبيل الإفراد، فيبت صوم معه قبله يبت صوم معه بعده. ومن حكم ذلك يوم الجمعة في الكثير من الأحيان قديما وحديثا تكون فيه الأعراس والولائم وشيء من هذا القبيل. فسبحان الله الذي شرع جل في علاه، هو الأعلم بالأصلح لعباده، هو الأعلم بالأصلح لعباده. مش معقول يجي يوم الجمعة وتكون صايم والناس عاملة وليمة لزفاف ابنها ومن جيرانك أو من أقاربك أو إلى آخره، وتعتذر عن الحضور بدعوى الصيام، ممكن يقول لك لا هذا زعلان منه مش موضوع صيام إلى آخره. فالشرع الشريف شرع حكيم وهو صالح لكل زمان ومكان كما تعلمون. لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وعلى هذا حمل النهي هنا على الكراهة، وحمل النهي هنا على الكراهة كما قرر الشافعية. طيب، صوم يوم الفطر، يوم عيد الفطر، هذا حرام ولا يجوز صوم يوم الفطر، وكذلك يوم النحر، يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر حرام صيامهم، فإن صام فيه لم يصح، الشريعة حاسمة، إذا صام في أحد هذين اليومين لم يصح منه الصوم، لما روى عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام هذين اليومين. أما يوم الأضحى فتأكلون فيه من لحم نسككم، يعني الأضاحي والهدي بالنسبة للحاج، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم. كيف بدك تصوم واحد شوال وهو أصلا يعني بداية فطر وانتهاء الصيام؟ فلا بد من إعلان ذلك في الأمة كلها، انتهى الصيام وبدأ شهر جديد. يعني نفس المعنى اللي موجود في 30 شعبان الذي يشك فيه موجود في 1 شوال، الناس طالعة رايحة صلاة العيد وانت صايم. ويوم العيد يعني العيد وإدخال الفرح يستلزم في الغالب الإطعام، الناس تأكل وتزور بعضها وتأكل، واحد بزورك يوم العيد يعيد عليك وهو صايم، فهذا يعني مش منسجم، والشريعة شريعة جمال وكمال، تمام. فقال لك يوم العيد لأنه عيد، يعني الامتناع عن الملذات لا يتناسب مع إظهار الفرح المطلوب فيها هذين اليومين تحديدا. ولما تكلمنا عن صيام الدهر قلنا بشرط أن يفطر يوم العيد، عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، لأنه حرام الصيام، وإن صام لا يصح. واضح الحديث، وهذا الحديث حديث صحيح. طبعا هو ليس فيه قول للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يرفع هذا الحكم اللي هو النهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نهى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون فيه من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم. طبعا قلنا في دروس سابقة إيش سبب وجود الأحاديث اللي هي موقوفة على الصحابي ولها حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
وانا نقول نذكر الان باختصار بهذا الموضوع، انه ورع الصحابه في الروايه. ممكن يكون الصحابي شاكك في لفظ او في تقديم كلمه او تاخير كلمه، فمش حافظ الحديث تماما بنفس اللفظ الذي تلفظ به النبي عليه الصلاه والسلام. وفي نفس الوقت لا يريد ان يقع في الاثم لكتمان العلم، فلا بد من تبليغ الحكم، فيذكر الحكم دون، وهو مما لا مجال الاجتهاد فيه، يعني قضايا احكام شرعيه استفاد منها او يعني عرفت بطريق الوحي، فيذكر الحكم ويضيف اضافه بشكل غير مباشر الى النبي عليه الصلاه والسلام، ان رسول الله نهى. طب ايش اللفظ الذي نهى به؟ ما ذكروش عمر الخطاب، لكن نهى. وعلى اي حال الاثار الاخرى تدل على حرمه الصيام في هذين اليومين. فإن صام فصومه باطل، لا يصح. والله تعالى أعلم. طيب، فصل في، لا نريد أن نطيل عليكم، فصل في صوم أيام التشريق. أيام التشريق هي يوم العيد الأضحى الثاني، ويوم عيد الأضحى الثالث، ويوم عيد الأضحى الرابع. عيد الأضحى 4 أيام، اليوم الأول اسمه يوم النحر، اليوم الثاني منه اسمه اليوم الأول من أيام التشريق، اليوم الثالث منه اسمه اليوم الثاني من أيام التشريق، اليوم الرابع والأخير منه اسمه اليوم الثالث من أيام التشريق. طيب يوم النحر لماذا سمي يوم النحر اليوم عيد الأضحى؟ لأنه هو زمان بدء نحر الأضاحي لغير الحجاج، ونحر الهدي، هدي الحاج بالنسبة للحجاج. وفيه نحر النبي عليه الصلاة والسلام هديه في حجة الوداع، وفيه أيضا نحر ذبح إبراهيم عليه السلام ابن إسماعيل ائتمارا بأمر الله، وفداه الله بذبح عظيم. طيب أيام التشريق ليش سميت أيام التشريق يا سادة الكرام؟ سميت أيام التشريق لأن الحجاج كانوا ينشرون اللحوم الأضاحي على الحبال كما ينشر الغسيل بجهة الشرق في ميناء حتى تجف، ويضعون عليها الملح حتى يمكن أن يطول الانتفاع بها، لأن كانت كثيرة لحوم الأضاحي ولحوم الهدي في مكة، الهدي بالذات كانت كثيرة، وما في عندهم ثلاجات ولا فريزرات، فكيف تحفظ اللحوم؟ تجفف مملحة وتجفف، بدك تحطها على الشمس، فكانوا ينشرونها لجهة الشرق. هذا أحد التفسيرات اللي ذكرها العلماء في سبب التسمية. على أي حال هذه الأيام منهي عن الصيام فيها، لكن أقول ليس بمستوى تأكيد النهي في يوم النحر، يوم عيد الأضحى الأول. اسمعوا معنا، ولا يجوز أن يصوم في أيام التشريق صوما غير صوم التمتع، غير صوم التمتع. مش الحاج المتمتع كما سياتي بيانه في باب الحج، اذا عليه هدي وجوبا، لكن اذا ما وجد هدي او لم يجد، ما فقد ماله الذي المخصص للهدي، ماذا يفعل؟ بصوم 3 ايام في الحج و7 اذا رجع الى بلده بدل ذبح الذبيحه. وحصل معي مره واحده اني فعلت ذلك، وكنت يعني حزينا جدا أنني لم أجد ثمن الهدي في الحج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقدت المحفظة في الحج مع الزحام، وكان فيها كل المال، فاستدنت حتى يعني أكمل نفقات الرحلة، ولم أجد معي مالا كافيا لشراء الهدي، فاضطريت أصوم 3 أيام في الحج. ممكن تكون قبل الوقفة، يعني في أول أيام ذي الحجة، وممكن تكون في أيام التشريق، وهذا استثناء للحاج، لكن غير الحاج منهي أن يصوم نافلة أو غير نافلة في أيام التشريق الثلاثة. والحاج وغير الحاج حرام عليه
أن يصوم يوم الأضحى، تمام، ولا يجوز أن يصوم في أيام التشريق صوما غير صوم التمتع. فإن صام، نفتح صفحة 632، فإن صام لم يصح، الشريعة حاسمة هنا، إذا صمت لا يصح، عشان ما يجيش عندي واحد يتنطع، تمام، ويقول لك بدي أصوم وأكتب حسنات، لم يصح. الكل يفطر في يوم النحر، والكل يفطر في بقية أيام عيد الأضحى اللي هي أيام التشريق، إلا إذا كان متمتع، يعني حاج متمتع وما وجد هدي، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه، الحديث النصي، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام 6 أيام. إيش هي الأيام الستة؟ هذا كلام ينقل أبو هريرة بالمعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما في قول للرسول الله عليه الصلاة والسلام. إيش هي الأيام الستة؟ يوم الفطر 1، يوم النحر 2، أيام التشريق 3، صار المجموع كم؟ 5، واليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان. جميل جدا هذا التفصيل، لكن هذا حديث ضعيف للأسف، وإن كان أورده الإمام الشيرازي، والإمام الشيرازي أحيانا قليلا يورد أحاديث ضعيفة، وعلى أي حال في الأحاديث الصحيحة كفاية، لكن لم يسق منها ما يكفي رحمه الله تعالى. وهل يجوز فيه صوم التمتع؟ رجع لموضوع التمتع، اللي زي حالاتي ما وجد مال لشراء الهدي، حاج متمتع، هل يمكن أن يبدأ بصوم 3 أيام في الحج؟ يبدأ من ثاني يوم العيد، يعني يوم التشريق الأول، يوم التشريق الثاني، يوم التشريق الثالث، ولما يرجع على بلده بصوم 7؟ فيه قولان، أي عن الإمام الشافعي، قال في القديم، في المذهب القديم يجوز، وهو الراجح فيما أرى، والله تعالى أعلم، وهو الراجح فيما أرى والله تعالى أعلم. وإن كان الشافعية قرروا، اعتمدوا ما أفتى به في الجديد، إمامهم في الجديد، لما روي عن ابن عمر، عبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، أنهما قالا لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا لمتمتع لم يجد الهدي. وهذا حديث صحيح في البخاري، وهو نص في المسألة. طبعا ممكن يكون في جانب اجتهادي من عبد الله بن عمر ومن السيدة عائشة، على اعتبار ما في تصريح بالإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا وكذا، نهى حرام أن تصوموا لغير التمتع، لكن يعني قد يكون في جانب اجتهادي، يعني هو ممكن يكون في ظن الدلالة، لكن دلالته على استثناء المتمتع الذي لم يجد هديا من حرمة صيام أيام التشريق، أعتقد أنها صريحة، وفي هذا الأثر كفاية، وهو صحيح، وصدر عن صحابيين اثنين من كبار فقهاء الصحابة، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وقال في الجديد، أي الإمام الشافعي، لا يجوز صيام أيام التشريق حتى للحاج المتمتع الذي لم يجد هديا. طب إمتى يصوم الثلاثة؟ قبل الوقفة أو بعد العيد، أو بعد العيد ما يخلص كله، ما وجدت هدي بتصوم 2 ذي الحجة، 3 ذي الحجة، 4 ذي الحجة مثلا، أو بتصوم مثلا 13 من ذي الحجة، 14 من ذي الحجة، 15 من ذي الحجة، بس تخلص أيام التشريق مثلا. هذا ما قرره الإمام الشافعي في المذهب الجديد، ويبدو أنه يعني لم رجع عن الأخذ بحديث عائشة وعبد الله بن عمر، أو أنه لم يكن قد اطلع على ذلك الحديث أصلا. وقال في الجديد لا يجوز، لأن كل يوم لا يجوز فيه صوم غير التمتع، لا يجوز فيه صوم التمتع كيوم العيد، تمام، قياسا على يوم العيد. انا والشافعيه اخذوا بالمفتى به عندهم، اللي هو المذهب الجديد في هذه المساله، الذي اراه راجحا والله اعلم المذهب القديم، لهذا الاثر الصحيح عن السيده عائشه وعبد الله بن عمر، ولانه الحاج له احكام خاصه اصلا. الحاج له منها انه يسن له الفطر يوم عرفه 9 ذي الحجه، بخلاف جميع غير الحجاج من المسلمين في العالم الإسلامي، يسن لهم صيام ذلك اليوم، فهذا عنده أحكام خاصة بده ينجزها، 3 أيام في الحج و7 إذا راجعتم، وممكن يكون القافلة بدها تتحرك بدري فلازم يصومها في مكة، فخلينا إيه، خليه يصوم استثناء، والله أعلم. المسألة الأخيرة في هذا الدرس المبارك، والذي حضره هذه الثلة الطيبة من طلبة العلم الشرعي من مصر والسعودية
وإندونيسيا والأردن. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. فصل: صيام غير رمضان في رمضان. صيام غير رمضان في رمضان، دخل شهر رمضان، واحد نوى انه يصوم بكره قضاء عن رمضان اللي قبله، او نوى يصوم غدا وهو غدا من رمضان، 5 رمضان او 6 رمضان في الليل، نوى الله من يوم اصومها يوم غد نافله لوجهك الكريم، او قضاء وفاء لنذر علي اني اصوم كذا وكذا، او كفاره يمين، او قضاء عن رمضان اللي قبله، كان في مريض كذا يوم وتذكرهم في رمضان التالي فبده يصومهم، نوى نيه صيام القضاء او النذر او النافله او الى اخره، كفاره يمين وهو في رمضان، هذا ايش حكمه؟ ولا يجوز ان يصوم في رمضان من غير عن غير رمضان حاضرا كان او مسافرا. طيب، لان رمضان واجب مضيق لا يصح الا رمضان، فان صام عن غيره لم يصح صومه عن رمضان لانه لم ينوه، ولا يصح عما نواه لان الزمان مستحق لصوم رمضان فلا يصح فيه غيره. ماشي، انت تقول له ما بيجوز تصوم غير رمضان في رمضان، كلام سليم، لأن رمضان واجب مضيق لا يسعه إلا رمضان. هذا جاهل راح صام في رمضان نافلة كفارة يمين نذر، إيش الحكم عند الشافعي؟ قال لك لم ي... لا لا يصح لا عن رمضان ولا عن من صام، لا لم يصح عن رمضان لأنه لم ينوه عن رمضان، ولم يصح عما نواه لأنه ليس هذا زمان صيام ما نواه، إذ هذا زمان خاص برمضان لأنه واجب مضيق، فصيامه يقع ايه؟ لا عن لا لا يصح لا عن رمضان ولا عن غيره الذي نواه. ما رأيكم بهذا الاجتهاد الفقهي عند السادة الشافعية؟ يعني واحد صام يوم 7 رمضان بنية انه جهلا، طبعا جهل، فيش حدا بيعمل الحكي هذا الا جاهل، بنية انه وفاء نذر، بعدين نقول له بعد ما افطر في بعد المغرب، بعد ما صام يوم كامل، نقول له والله طلع هذا اليوم بدك تقضيه، هذا اليوم على رمضان بدك تقضيه، والنية اللي نويتها كفارة يمين أو نذر ما صح الصيام، يعني لا استفدت من هذا الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بهذه النية، ما استفدت لا بوفاء النذر ولا بصيام رمضان المطلوب منه، وعليك أن تقضيه، وعليك أن تقضيه. ما رأيكم بهذا الاجتهاد يا سادة الكرام؟ الشيخ فراس معنا في الدرس؟ الشيخ فراس معنا في الدرس؟ طيب، لا نريد أن نصعب عليكم الأسئلة، احنا قلنا نفسح مجال للأسئلة بعد انتهاء التسجيل، لكن الذي أراه والله تعالى أعلم أن هذا الاجتهاد ليس صائبا، هو ما بيجوز يترك الفرض ويعمل غير الفرض والزمان في رمضان، كلام صحيح، لكن حصل وبدر منه ذلك، حصل وبدر منه ذلك، تمام، جهلا غالبا، نقول له لم يقع صيام، ما هو امتنع عن الصيام بنية العبادة لله عز وجل، مش امتنع عمل رجيم ولا تخفيف أو تخسيس أو ما شابه، امتنع بنية العبادة عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بعد ما افطر نقول له والله هذا اليوم بدك تقضيه بعد رمضان، لانه لم يقع رمضان لانك لم تنوي عن رمضان. وما نويت عنه ايضا لم ينفعك، لم يتقبل منك، لم يصح. سواء كان وفاء نذر او كفاره او غيره. تمام، هل هذا سديد؟ لا اظن ان هذا سديدا. فاسمحوا لي ايها الاخوه الكرام ان اخالف الساده الشافعيه في هذه المساله. احنا قلنا رمضان لا يصح الا رمضان، فان اخطأ ونوى غير رمضان في رمضان، هو نوى ايش؟ النية العامة له الاجمالية، يريد ان يصوم تقربا لله عز وجل بغض النظر فرض او نافلة، يريد ان يصوم تقربا لله، يريد ان يمتنع عن هذه الثلاثة الطعام والشراب والجماع على الوجه المخصوص تقربا الى الله تعالى، عبادة لله تعالى، وهذا الوقت اللي هو شهر رمضان لا يسعه الا رمضان. فالصحيح ان نقول
والله تعالى أعلم، سواء نوى رمضان ولا نوى من الليل يعني، أو غير رمضان، لا يقع إلا عن رمضان. أما تقول له لا يقع، أساء وقصر في النية، أساء وقصر، وهذا من عدم حسن العبادة. ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وهذا مما ينقص الأجر، لأنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تعظيم شعائر الله أن تسأل، تمام، أن تسأل، فتقول تسأل أهل العلم، فاسألوا أهل العلم أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما تبادر إلا أن تنوي بكرة صيام نافلة أو صيام كفارة يمين، وبكرة 5 رمضان ولا 17 رمضان مثلا، هذا خطأ، تمام، ناتج عن جهل وناتج عن تقصير في تعظيم العبادة. لكن هذه النية نية عبادة لله عز وجل بالصيام، ومش ناوي يصلي ولا ناوي يحج، ناوي يصوم، تمام. والوقت الزمان الذي وقع فيه هذا الصيام صحيح كاملا، يعني امتناع كامل، التزم ما أكل ما شرب، تمام، والوقت صحيح من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا الوقت لا يسعه أيضا إلا صيام فريضة الصوم اللي هي الركن الرابع، لأنه شهر رمضان المبارك. فبالتالي الصحيح أنه لا يقع إلا عن رمضان، وإن نوى غير رمضان من عبادة الصيام، لكن لا نقول له عليك القضاء وصومك باطل عن رمضان وباطل عن غيره، يعني كأنه امتناعه عن الطعام والشراب والجماع كان بغير ما فائدة، وقصر، لكن نيته بالتقرب إلى الله بعبادة الصوم تقع عن صوم رمضان، عن صوم الفريضة. والله تعالى أعلم، ولا يكون ذلك الصيام باطلا كما قرر الشافعية ها هنا، والله تعالى أعلم. نعم، من باب أنه له أصل. أحسنت يا شيخ فراس، الزمان زمان صوم الفريضة وهو واجب مضيق لا يسعه إلا غيره، تمام. ويعني مثلا أعطيك مثال، وستجد في باب الحج سنعيد هذه المسألة، واحد راح يحج إلى بيت الله الحرام حج نافلة، وهو لم يحج في حجة الفريضة، حجة الإسلام، قال ناوي الحج نافلة، قال لك هاي الحج الأولى بدي أخليها تطوع نافلة، وحجة الفريضة السنة الجاي، هذا جهل. فنوى الحج نافلة، والحج تمام واجب في ذمته، ولا مناسك الحج وقت الحج لا يسعه إلا الحج، ما فيش مجال تعمل عمرة في الحج وتطلع على عرفة، فيقع عن حجة الفريضة شاء أم أبى، تمام. هو ناوي الحج، مش ناوي رايح سياحة على مكة، ولا ناوي يعمل عمرة، رايح يحج، لكن حجة نافلة من وجهة قناعته بسبب جهل. فعلى ما نقول له حجك باطل، لا، حجه صحيح لكن قصر في النية، تمام، وهذا ينقص الأجر. أما هو وقع حجة الإسلام، والله تعالى أعلم بالصواب. وصلنا إلى وسط صفحة 632 اللي هو عنوان فصل طلب ليلة القدر، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إني داع فأمن. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العليا كلها، يا غفور يا غفار، يا غافر الذنب ويا قابل التوب، أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن تتوب علينا جميعا يا تواب يا رحيم، وأن تعفو عنا جميعا يا عفو يا حليم. اللهم أجرنا جميعا من عذاب القبر، وأجرنا جميعا من عذاب النار، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم جاوز بنا جميعا الصراط بسلام يوم القيامة، وأدخلنا جميعا الجنة مع الأبرار برحمتك بنا يا رحيم يا رحمن، واجعلنا جميعا في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، برحمتك بنا أجمعين يا الله يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.